قلت عندما قال سبحانه وتعالى وانظر إلى حمارك، أي ترى الحمار، وانظر إلى الحمار واحدة تبكت، ثم قال سبحانه وتعالى وانظر نظرة ثانية، النظرة الأولى للحمار، النظرة الثانية وانظر، واو هذه واو أين تذهب بها؟ واو التعقيب يعقب نفس الشيء، نفس العظام ويعقب عليها بنظرتين. قال وانظر إلى العظام كيف ماذا؟ كيف ننشزها؟ ننشزها في قراءة ننشرها، ننشرها، النشور كيف يكون النشور؟ النشور لا يكون إلا بالإخراج، نشور الناس أي يخرجون من الأرض، كذلك العظام كانت تحت الأرض. فأن قالوا انظر إلى الحمار، أي إلى عظام الحمار، حتى عظام الحمار لم تكن على ظهر الأرض، كانت تحت الأرض، لأنه قال بعدها كيف ننشور، لم تكن على سطح الأرض، كانت على ظهر. إذن إلى ماذا نظر؟ نظر إلى الحمار، نظر إلى الحمار، سيتبين ما شأن هذا الحمار. والله أرهقني هذا الحمار، حتى سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الله سبحانه وتعالى يعلمنا بالبعوض ويعلمنا بالحمار ويعلمنا بما شاء. ثم يأتي المتقولون الذين صرفوا الناس عن كتاب رب العباد الذي هو لذة المؤمن في حياته، يقولون له لن تفهم الكتاب ولن تفهم القرآن ولا السنة حتى يفهم العلماء، سيتبين أنه لم يفهم شيء في هذه. أنا أتيت إلى الآن ببينات وبحجج، لكنهم أتوا بأقاويل بني إسرائيل. إن لم يعجبك هذا القول فهل أعجبك قبل قول إرميا ذاك النبي عندما قلت في الأول أنه شق ثيابه وذر الرماد على رأسه وقال بئس قوم يوما لقيت فيه التوراة؟ هذا فهم وهذا قول يتابعون من ورائه. يقال لن تفهم الكتاب ولن تفهم السنة حتى يفهمك فلان، ثم تتبعنا فلان فإذا به لا يفقه شيء، لا يفقه شيء، والله لا يكادون يفقهون. ستلاحظ بإذن الله الصحابة الأوائل اكتفوا بالكتاب والسنة. لو خرج فينا ابن أم عبد ابن مسعود الذي قال عليه الصلاة والسلام واستمسكوا بعهد أمي ابن أم عبد، عبد الله ابن مسعود عليه السلام الله، ثم لوجد الناس منكبون في المثنات، وهو الذي قال يا أيها الناس غلوا مصاحفكم، غلوا مصاحفكم، لكن الناس اليوم غلوا مثناتهم. لن تفهموا الكتاب بكتاب بلسان عربي مبين. فهمنا الآن، هل فهمتم ما قلته الآن؟ هل تعجل عليكم، هل استعجل عليكم شيء؟ حمار، حمار، وانظر إلى حمارك، ما الذي سيفهمني العالم في الحمار؟ لا أعرف الحمار، ما الذي سيفهمني؟ ثم انظروا إلى أقوالهم، وانظر ما شأن الحمار. تعال، أولا لما هذا الحمار؟ الرجل يونس عليه الصلاة والسلام أماته الله سبحانه وتعالى كم؟ 100 عام، ثم بعثه قال وانظر إلى طعامك وشرابك، يعني بقي على عهده لم يتسنزل. طيب، في نفس الوقت قال وانظر إلى حمارك، ولنجعلك، ولنجعلك آية للناس. بما؟ بالحمار. عندما قال وانظر إلى حمارك أصدق المليك، يرى حمار لا يرى عظام، عندما ينظر إلى الحمار. طيب، والله قلت أخذت فيها أيام وحتى بقيت أنظر في صورة الحمار أحيانا، وانظر إلى حمارك، عندما ينظر هو إلى حمارك. طيب، أنا نظرت إلى الحمار وماذا؟ أين العلم في الحمار قائم؟ طيب، أولا ما الذي نعلمه عن الحمار؟ نقرأ بعض الشيء عن الحمار. قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الحمار يحمل، يحمل ولا يبالي ما يحمل، ليس كثير فقه. الذي يحمل ولا يدري ما يحمل ليس بفقيه، لكنه يحمل، يطيع، يحمل. الحمير نحمل عليها أثقالنا، هي في شدة التحمل وفي شدة الصبر،
وانظر إلى حمارك. طيب، الرجل أفاق بعد 100 عام، نظر إلى حماره، ما الذي يفهم في حرف الكاف؟ انظر، انظر إلى ما أروع كلام ربنا سبحانه وتعالى، وانظر إلى، لم يقل وانظر إلى الحمار يعني في صبره وفي، لا، وانظر إلى حمارك، حمارك أنت، حماره هو. منذ متى رآه؟ رأى حمارا قائما ينظر إلى حماره. وقد لبث، لبث الرجل 100 عام وحماره قائم عند رأسه ينتظره، 100 عام هو هو، يعني لم يأتي به من حينه. نظر، أفاق، وجد طعامه على هيئته وحماره عند رأسه. ما الذي كان ينتظر الحمار؟ لما لم يغادر الحمار؟ لما بقي الحمار 100 عام عند رأس سيده؟ يضرب مثل الحمار على الصبر، حتى أن أحد الملوك هم يقولون، وأنا لا أرضاها له، أنه يسمى بفلان ابن فلان الحمار، ذلك لأنه كان صبورا وجلدا وشدة تحمله. طيب، ينظر الرجل في حماره 100 عام والحمار قائم عند رأس سيده وهو ميت 100 عام، وحماره عند رأسه لم يغادر. لما لم يغادر؟ لأن سيده لم يأذن له أن يغادر. طيب، وهو غادر وأبق وذهب معاجلا ولم يصبر على قومه دون إذن سيده، علمه سبحانه وتعالى بهذا، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، سبحانه وتعالى. هذا هو شأن الحمار، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. بما؟ بهذا الحمار، بقلة الصبر، ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك عن الصبر. انظر إلى الحمار، بقي عند رأسه 100 عام، لم يزاول مكانه، كان حجة، لم يغادر مكانه وصاحبه، يعني ميت عند رأسه، لم يتحرك الحمار. وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية. قالوا عظام، ضاع المعنى، صدقوهم، ضاع المعنى. صدق الرحمن، قال حمارك حمارك. وهذا هو شأن الحمار، بحجج لا تكاد ترد بإذن الله. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل، ولا تستعجل. هذه هي الآية، آية على الاستعجال. خلق الإنسان عجولا، نحن حقيقة من عجل ودائمي العجلة في هذه العاجلة. كذلك جبريل عليه الصلاة والسلام لا يسأل، الرجل سأل قال أن يحيي، لا تستعجل حتى في السؤال، قال أن يحيي هذه الله فأماتها. لا تسأل، لا تسأل، كما قال الخضر، فإن اتبعتني فلا تسألني، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. كذلك ها هنا قال له عندما سأل عنها فأماته الله جبريل عليه الصلاة والسلام، عندما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشر بقاع الأرض، قال له اسأل، اسأل ربنا. ماذا قال جبريل؟ إنا لا نسأله، لا يسبقونه بالقول، لا يستعجلون حتى يأتي الأمر، إنا لا نسأله. في آخر سورة يونس، في آخر سورته يونس عليه الصلاة والسلام، في آخر السورة ماذا قال الحكيم سبحانه وتعالى؟ قال واتبع، واتبع ما يوحى إليك، واصبر، واتبع ما يوحى، واتبع ما يوحى إليك واصبر. حتى إلى متى؟ إلى متى نصبر؟ كما يقول الآن الثوار، كما قال القرضاوي قرضه الله، قال نصبر على الحاكم الفلاني القرضاوي، على القذافي رحمه الله، فلما أهلكه الناس قال إلى ما نصبر عليه،
هذه سنين 30 أو 40 سنة نصبر في السنة نصوص، يعني نصبر على ولاة الأمور، إلى متى؟ فقتل وخرب على المسلمين ديارهم، كما تتبع الحمار أمر سيده ولم يغادر وصبر عند رأسه 100 عام. انظر إلى الملك ماذا يقول، واتبع ما يوحى إليك. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد عاتب نبي وعلمه درسا في غاية البيان، فماذا أعد الثوار الذين خرجوا وخربوا ديارهم وقتلوا أنفسهم وخرجوا بلا وحي وبلا حكم وبلا أمر ربهم؟ الله ورسوله أمروهم بالصبر، لكنهم خرجوا وتحركوا بلا أمر. إلى متى يقولون؟ إلى متى نصبر؟ إلى متى؟ انظر إلى متى يقول سبحانه وتعالى، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لا تؤقت وقتا، لا تستعجل. الرجل 100 عام قال يوم أو بعض يوم، نستعجل نحن 10 سنين، وكله من كسب أيدينا، وكله من كسب أيدينا، ما أصابنا من سوء فمن أنفسنا. الناس استعجلوا على ولاة أمورهم وعلى بلادهم فخربوها كما تروا، استعجال، كل هذا استعجال. كانوا بأفضل حال مما كانوا الآن، استعجلوا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. هذا في آخر سورة من؟ في آخر سورة يونس. طيب، وفي سورة نون كذلك عندما ذكر فيها هو فقط ذاك النبي صاحب الحوت يونس عليه الصلاة والسلام، ماذا قال الملك في آخرها؟ اسمع، قال فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فاصبر لحكمه، وحكمه أي أمره، كما صبر الحمار عند رأسه 100 عام ولم يتحرك، صبر. قد يكبر على بعضهم هذا المثل، نقول ونؤزر ونوثق بزيادة حجة. قال عليه الصلاة والسلام أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول أو أن يجعل الله رأسه، وفي رواية صورته، صورة حمار؟ انظر، الذي يستعجل ويرفع رأسه من السجود قبل إمامه، أمامه، الذي هو أمامه وإمامه، استعجل قبل أن يؤذن له والإذن حتى يرفع إمامك رأسه من السجود فلا ترفع أنت. فالذي رفع قبل الإمام ماذا فعل؟ لم يصبر واستعجل فرفع قبل الإمام. ما المثال أو ما التعزير الذي جاء؟ قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لما؟ قلت في الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من السجود قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. لما؟ ذاك أنه استعجل قبل إمامه، قبل الإمام فرفع رأسه فلم يصبر، الأصل أن لا يتحرك حتى يتحرك الإمام. فالذي استعجل وتحرك دون أمر الذي لا يتحرك إلا بإذنه كأن الحمار أولى بالطاعة منه. يعني يا إنسان، أتصبر أو زجرا وتعزيرا له أن يحول رأسك رأس حمار حتى تطيع؟ لأن الحمار يعني أصبح في هذه الحالة مطيع أكثر من البشر، لا يتحرك إلا إذا أذن له سيده. وهذا الذي تحرك قبل إمامه، من الذي أذن له؟ أما يخشى أن يحول رأسه إلى رأس حمار، يعني أفضل، كي يصبح مطيعا؟ هذا في معناه. لذلك قال وانظر إلى حمارك، عندما قال وانظر إلى حمارك قالوا أي العظام. انظر إلى الصحابة عندما قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، قال الصحابة
كانوا يقولون هلما نخرج فلننظر إلى الإبل، أي بأعيننا نظر، فلننظر إلى الإبل كيف خلقت، نتعلم نؤمن لماذا خلق، ما المغزى، لماذا قال أفلا ينظرون، انظر لعلك تفهم بالنظر. إذن حتى نواصل نستجمع بعض الشيء أو بعض ما وصلنا إليه، نستجمع نقاط ما وصلنا إليه حتى نصل إلى ما أعجب من هذا بإذن الله. إن سمعنا قرآنا عجبا كذلك قالت الجن، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تفنى عجائبه عن كتاب الله. قلنا أنه أعطاه سبحانه وتعالى مثلا للطعام والشراب الذي بقي على فطرته ولم يتسنن، أي لم تؤثر فيه العوامل الخارجية وسنته بالتغير، كما أن الناس إذا شاء ربهم، الأصل في الناس أنهم بعد فطرتهم معرضون لزاما لشهوات الدنيا وأنفسهم أن تجتالهم الشياطين فيدخلون في كفرهم، هذا الأصل، إلا أن الله يمن على الخلق بالإيمان. الأصل أنهم بعد الفطرة، فطرتهم كانت سليمة، بعد الفطرة يمتحنون في الدنيا دار البلاء ودار الشهوات، فتجتالهم كذلك الشياطين، هم مهيئون فطرة وخلقا أن يتغيروا ويتسننوا بسنن الإنسان. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا من الله عليهم بالإيمان. كذلك الطعام الأصل فيه أن يتغير، لكن أبقاه الله على فطرته الأولى، على هيئته الأولى، لم يتسنن. وقد علمنا من شأن الحمار ما علمنا. قلنا آيته كانت في الصبر حتى يأذن الله له أن يتحرك. طيب، يقول سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يقول على الملائكة، هذا في البشر، لكن انظر إلى الملائكة، قال سبحانه وتعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم بأمره يعملون، لا يتحركون ولا يسبقون رب العزة بالقول ولا بالفعل ولا بحركة إلا بأمره سبحانه وتعالى، كذلك يحب الرحمن أن نكون. كذلك يقول سبحانه وتعالى إن اتبعوا إلا ما يوحى إلي، هذا يقول قل يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قال عليه الصلاة والسلام شدة الاتباع عندما سئل لما يا محمد أو لما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلت قل هو الله أحد، قال لا أعلم، قيل لي قل فقلت قل. هذا هو الأصل، الاتباع، الأصل أن تتبع، وإن كنت لم تفقه الحكمة أو الغاية فلا تسأل، فقط اتبع، هذا هو الأصل، الاتباع. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، ما يوحى إلي من ربي، الحركة والقول من عنده سبحانه وتعالى، يتحرك العبد بأمر ربه، ولا يقول الأنبياء لا يتقولون على رب العزة إلا ما أوحي إليهم من ربهم، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. لكن قلت في أول الدرس أن هذه القرية كذلك من علمها ما خفي عن المسلمين ولم يذكروه في كتبهم البتة، من هي هذه القرية وما الذي حصل أصلا ليونس عليه الصلاة والسلام. تتبعت مصداقا لقوله تعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، فتتبعت كل الرسل الذين لم يذكروا بأسمائهم تعريفا، فوجدته والله أعلم قد ذكر يونس عليه الصلاة والسلام وقريته في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون، حيث قال سبحانه وتعالى في الآية 31 قال ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم، اسمع الإشارة، يأكل مما تأكلون
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فانظر إلى طعامك وشرابك. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم، هذه هي مشكلته أو يعني صدود قومه عنه أن دعاهم إلى هذا الشأن، وهو شأن الخلق أجمعين، أنهم مردودون من بعد البعث. كان عجب الناس أنهم كيف يبعثوا، يعني من بعد أن حالوا ترابا وعظاما. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون. في عندما سأل عن القرية قال أن يحيي هذه الله، في آخرها ماذا قال؟ وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أصحاب تلك القرية جاءهم بهذا النبأ بأنهم مخرجون بعد الموت، من بعد التراب والعظام يبعثون، فكذبوا وكبر ذلك في أنفسهم وكذبوه فأغضبوه فخرج مغاضبا. تجد أن بعضهم قال في هذه القرية أنها أصحاب عاد أو ثمود أو إلى غير ذلك، لكن لا يصح في ذلك سند. قالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني، قلت الله سبحانه وتعالى قال كان حقا علينا نصر الرسل، يعني مصداقا لهم يصدقهم سبحانه وتعالى ويصدق أقوالهم. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. هاته عما قليل لا تجدها إلا في هذا الموضع، عادة عما قريب، في هذا الموضع عما قليل ليصبحن نادمين. وهناك قراءة شاذة قد نقلها أحدهم ولم أقف لها على سند حقيقة، ذكرها صاحب البحر المحيط في القراءات. قال هناك قراءة قرئ بها قيل، يعني رويت هكذا بصيغة التمريض، أصلا لم أقف لها على سند حقيقة. قال عما قليل لتصبحن، أي أن هناك من خاطبهم الرسول الذي وعدهم بأنهم عما قليل، قال عما قليل لتصبحن نادمين، كأنه من نفسه توعدهم بقليل واستعجل عليهم. عما قليل لتصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يقول أحدهم في هاته قال فبعدا، وفي قوم يونس أنهم آمنوا. بعدا لهم أن كذبوا برسوله، برسول الله سبحانه وتعالى. فلما كذبوه غضب الرسول، أخرج غضبا منهم مغاضبا، فعاقبهم سبحانه وتعالى حينما نزل عليهم عقاب الموت بعدا لهم. أن كذبوا الرسول حل عليهم العذاب، هم أهل للعذاب، لكنه سبحانه وتعالى من عليهم أن بعثهم مؤمنين بعد الموت. طيب قلنا هذا الذي قد يكون هم قرية يونس عليه الصلاة والسلام، وهذا من شأنهم مع بعضهم. لكن تتبع معي أن المسألة مع يونس عليه الصلاة والسلام وقومه كانت في تكذيبه في أن الله سبحانه وتعالى قادر، أعلم أن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يحيي العظام وهي رميم يبعثهم من بعد الموت. هذا كان تكذيب قومه بذلك. لذلك سمي يونس، لأنه آنس أكثر من النظر قومه الذين كذبوا به، آنس هو الحياة والموت، وآنس أي أكثر من النظر بهم، حيث أنهم قامت عظامهم ننشرها ثم ننشيها ثم كيف تنشز تكسى لحما أمام ناظريه، فآنس بذلك أكثر من النظر، أصبح اسمه يونس. يونس آنس أي رأى
حقيقة ما وعدهم الرحمن بأم عينيه، وعاش ذلك حياة ليس فقط مجرد قول ووعد. في سورة يونس جاء ذكر هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، أي تكذيبهم كان بهذا. في سورة يونس جاءت هذه الآية، وجاءت فيها أيضا ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي في سورة يونس، وفيها كذلك ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم. كانت مشكلتهم في الوفاة، كيف يتوفاهم سبحانه وتعالى ويبعثهم. وفي الصفات حيث ذكر يونس، في الصفات حيث ذكر في آخرها يونس، اسمع ماذا فيها: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. ذكرت مرة هكذا ومرة في نفس الصورة في الصفات كذلك: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. وذكرت فيها أيضا في الصفات حيث ذكر يونس: إنما أما نحن أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. في أول المؤمنين في حيث ذكر قومه قال سبحانه وتعالى: فكسونا العظام لحما. في أول سورة المؤمنين: فكسونا العظام لحما. وفي سورة البقرة: كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. المشكلة هي في كيف ينشؤون بعد أن كانوا عظاما وترابا، كيف يخرجون وتقام عظامهم ثم تكسى لحما. هذا الذي كذبوا به يونس عليه الصلاة والسلام. لكن كما قلت كذلك سنبين بعد هذه ترون أو تسمعون عجب العجاب، وتركت الأعجب إلى الأخير، لكن اسمعوا بإذن الله ما هناك. قال كما قلت، قال بعض الأولون من الأخيار، بعض التابعين وكذلك على ما أظن بعض الصحابة، قالوا لعل يونس عليه الصلاة والسلام يعني أرسل بعد أن أبق، ذلك لأن الأنبياء لا يأبقون، وذكروا حججا كذلك قالها أخونا صلاح الدين. قلت لعل هذا فيه وجه من النظر، بعض آيات النصوص جاءت كذلك تمنع أن يكون رسولا في بادئ الأمر، لكن أدركته نعمة الرسالة كما قالوا وهو في بطن الحوت أو بعد أن أخرج وأنقذه سبحانه وتعالى ونجاه من الغم. لكن كذلك هنالك ظاهر من النصوص أراه يؤيد أنه كان رسول. نتابع والعلم عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أخونا صلاح الدين جزاه الله عنا كل خير، هو علمنا أن التقليد الأعمى ليس من دأب المؤمنين، خاصة في مسألة يعني التدبر والبينات والحجج هي المتبعة. قلنا هل كان نبي أم لا؟ الذين ردوا أنه كان نبي ردوه بقول إذ أبق، فقالوا الأنبياء لا يأبقون عن أمر ربهم. كذلك قوله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، يعني بعد الحوت اجتباه ربه فجعله من الصالحين. كذلك في قوله تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه، وفي قراءة وفي ضبط قراءة لولا أن تداركته نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لكن نقول هذه آيات ظاهرها أنه يعني يصعب أن يكون نبي بعد كل هذا، لكن نقول في قوله تعالى في الصافات قال وإن يونس لمن المرسلين، متى؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ ظرف، يونس لمن المرسلين، هذه لام الجزم والتأكيد تكون أحيانا بالقسم، لا لمن المرسلين، متى كان هذا؟ إذ أبق إلى الفلك المشحون، عندما أبق كان من المرسلين. هذه واحدة أين نذهب بها؟
كذلك قوله تعالى كما قال قبلها مثلا وقال وإن إلياس لمن المرسلين في الصفات قبل أن يذكر يونس ذكر إلياس كذلك عليه الصلاة والسلام قال وإن إلياس لمن المرسلين وأصل الأبق هو البعد والعصيان والتحرك دون أمر السيد أن يتحرك العبد دون أمر سيده لكن أن قيل الأنبياء لا يتحركون دون أمر سيدهم الأصل ألا يقال لا يقال يعني لا يتحركون دون أمر سيدهم ولا يفتح هذا الباب أصلا ما قاله الله سبحانه وتعالى صدقناه وما لم يقله سكتنا عنه ذلك أنه سبحانه وتعالى قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وقال كذلك في طه قالها صريحة قال وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى وكذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا كان يمتنع منعا باتا أن يركن الأنبياء أو أن يخطئون خطأ فلماذا هذا الاحتمال قال لقد كدت أي يحتمل لقد كدت أن تركن إليهم لولا أن ثبتناك كذلك في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم وكذلك من قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك لما تحرم ما أحل الله لك وكذلك من قوله عبس وتولى كذلك في قوله كذلك للنبي عليه الصلاة والسلام لموسى عليه الصلاة والسلام وما أعجلك عن قومك يا موسى تعجل موسى كذلك فهذا هنا كذلك تعجل وما أعجلك عن قومك يا موسى وكان نبي حينها كذلك قوله سبحانه وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل ولو تفيد الاحتمال ولو تقول علينا بعض الأقاويل كذلك من حديث طويل يعني أجتزئ منه حاجتي وهو عندما أمر الله سبحانه وتعالى يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أمره أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فتباطأ فأرسل الله له عيسى عليه الصلاة والسلام ليذكره قال إما أن تخبرهم أو أخبرهم فقال أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب يعني أن يخسف بي أو أعذب أي نعم نسيت وإن لم أتدارك أمري أخشى أن يخسف بي أو أعذب كذلك هنالك واحدة وهي عندما قال سبحانه وتعالى إذ أبق فقد يكون يعني يونس عليه الصلاة والسلام قد ارتكب فعل يعني أنه قد أبق من ربه لكن هو لم يحسب أو لم يقصد في نيته أو لم يكن قاصدا لذلك خاصة إذا تبعنا أطراف بعض القراءات مثلا في كلمة فظن أن لن نقدر قالوا نقدر أي نضيق عليه لكن هناك قراءات أخرى قد يعني تقودنا إلى مقصد آخر وهو في قراءة مثلا قال نقدر عليه وقال كذلك يقدر عليه وقال يقدر أي الله سبحانه وتعالى وقال كذلك في قراءة أخرى يقدر عليه أي قدرا أن يأتيه قدر ومشيئة جراء هذا الفعل هناك كذلك قراءة أخرى نتأمل مع بعض قرأ بها الزهري وقرأ بها كذلك عمر بن عبد العزيز والماوردي وابن عباس وهي فظن أن لن نقدر أن لن نقدر عليه أي أنه لن يأتيه قدر جراء فعله فأن لن يأتيه قدر جراء ذلك
فهو قد ارتكب حقيقة فعل أنه أبق لكنه لم يقصد ذلك. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، لما تحرم ما أحل الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتكب هذا الفعل لكن ليس عمدا أنه يحرم ما أحل الله، نعم وقع فيه لكن عن غير قصد، مع ذلك سمي الفعل باسمه لكن لم يكن بنية التحريم. كذلك هو لم يكن قاصدا أن يأبق أو أن يخرج عن أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك إذا كان النبي هذا لم يخطئ، يعني لم يأبق حال كونه نبي، فلماذا قال سبحانه وتعالى: ولا تكن كصاحب الحوت؟ فيما كذلك عندما قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ليس كل الرسل، رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يتأسى بالصبر بموسى عليه الصلاة والسلام، كان يقول: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. لكنه قال: ولا تكن كصاحب الحوت. كذلك لماذا قال: فظن أن لن نقدر عليه؟ كذلك وعندما قال: ولنجعلك آية للناس، آية لما؟ آية فيما أو على ما؟ في الاستعجال وقلة الصبر. قال: فاصبر لحكم ربك. عندما قال: لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت لم يصبر على ما؟ حكم من؟ حكم ربه. والذي ينتظر أمرا من ربه من هو؟ النبي. نبي ينتظر حكم ربه لكنه لم يصبر وتحرك دون أن يحكم له ربه ويأمره بالتحرك. فاصبر أنت لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك، أما الآخر تحرك دون حكم وأمر ربه. كان نبي. ثم وجب على الذي يعني ينفي أن يبين واحد، عندما قال سبحانه وتعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، أن يخبرنا مما أبق أو ممن أبق هذا، يعني يونس عليه الصلاة والسلام ممن أبق. في الكتاب بيّن الله سبحانه وتعالى كل شيء، وجب أن يبين أبقى ممن. ثم أن يقال الأنبياء لا يأبقون، الله سبحانه وتعالى لم يقل هذا. الأنبياء يعني لا يعصون أو لا يقعون في زلل من هم بشر. الذي قال هذا الله سبحانه وتعالى قال في الملائكة، قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه الملائكة، خلق الملائكة لا يتكلمون ولا يسبقون سبحانه وتعالى، لا يسبقونه بالقول. هذه في مسألة أبق. طيب الحجة الثانية هي في قوله تعالى عندما قال له: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. قالوا: كيف يجتبى وهو نبي؟ وكيف يجعل ها هنا الآن، يعني يجعل من الصالحين وأن كان نبي، هل يكون نبي وليس من الصالحين؟ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، أي الآن بعد واقعة الحوت اجتبي وجعل من الصالحين، أولى أن يكون نبئ وأدركته الرسالة حينها، أما قبلها فلا، كان عبدا صالحا أو غير ذلك. لكن ننظر أولا أصل الاجتباء، ما معنى الاجتباء؟ الاجتباء هو التقريب والإحضار من بعيد. اجتبي شيء هو بعيد، تجتبيه وتقربه. أصل الاجتباء هو التقريب والإحضار من بعيد. هذه إن كانت كبيرة في حق نبي، طيب وأبقى، ما معنى أبقى؟ أبقى قلنا الأبق أصله البعد، وهل فعله كان شيئا يسيرا إذ أبقى عن أمر سيده؟ كذلك بعد عن ربه بهذا الفعل، كلما عصى الإنسان ربه شيئا ازداد عنه بعدا. فالله اجتباه ليس للنبوة،
اجتباه من مكانه حيث كان آبقا، أي رده إليه فتاب عليه، فاجتباه من مكان بعيد ليس للنبوة أي للتوبة من أنه كان آبقا. طيب، أي رده إليه. والله يقول: وإذا كان الاجتباء يكون، أي أن الرسول يجتبى مرة واحدة في الرسالة، لا، يجتبى شيئا فشيئا، يكون رسولا يجتبى ورسولا لا يجتبى. لماذا؟ يقول سبحانه وتعالى: ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. يجتبي من الرسل، هم رسل أصلا، يجتبي أن يقرب أحدهم على الآخر أو يقرب إليه من يشاء. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال كذلك في صاد سبحانه وتعالى، قال: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. بعد أن غفر الله له زاده منه زلفى وحسن مآب. طيب، الثالثة عندما قالوا فجعله من الصالحين، كيف نبي ولم يكن من الصالحين قبل، الآن فقد جعله من الصالحين. تعلمنا أولا أن الصلاح ليس نقيض السوء أو الشر، إنما هو معناه التمام، والتمام التفاوت في الشيء، التفاوت في الدرجات حتى يكون صالحا أي تاما، هذا درجات وهذا يتطلب. طيب، فهل داود قبل أن يغفر له أو قبل أن يغفر له ربه هو كما حاله بعد أن غفر له ربه وقربه إليه أصبحت له عند الله زلفى وحسن مآب، داود في هذه الحالة هو نفسه داود في هذه الحالة؟ لا، قربه الله إليه. طيب، داود هنا كان صالحا أي تاما للنبوة، لكن هذا التمام كداود ها هنا بعد التوبة؟ لا، حتى بعضهم قالوا كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة، أي أصلح، إن كان صالحا فهنا الآن أصبح أصلح، أم ازداد صلاحا فتم إصلاحه، هذا في داود. وهو هذا النبي يونس عليه الصلاة والسلام ماذا قال في سورة البقرة؟ قال: فلما تبين له، أو لما بين له في رواية، في قراءة بين له، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقيل له: اعلم أن الله على كل شيء قدير. عندما قال أعلم، أي هذا الضرب من العلم لم أكن أعلمه قبل هذه الساعة، علم بالنظر وأنا أنظر إلى العظام كيف تنشز وكيف تكسى لحمه، هذه زيادة علم، وهذا علم خاص جدا. طيب، كما قيل كذلك لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا ليس أن إبراهيم لم يكن يعلم أن الله عزيز حكيم، لكن واعلم بزيادة علم. كذلك فاجتباه وجعله، فجعله من الصالحين بهذه، أي زيادة تمام على ما كان من قبل. حجتهم الرابعة كذلك قالوا في قوله تعالى: فلولا أن تداركه نعمة من ربه، قالوا فلولا أن تداركه نعمة من ربه، ما هي هذه النعمة وهو في بطن الحوت؟ قالوا: هي نعمة النبوة جاءته حينها، لا يستلزم أن تكون النعمة هي الوحي، لا يستلزم ذلك، حتى أن بعضهم قرأها: فلولا أن تداركه رحمة من ربه. ما هي هذه النعمة وهذه الرحمة؟ النعمة نعمة نجاة، أن نجاه الله، ونجاه الله لأنه كان من المسبحين ذاكرا له فيما قبل. دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى مثلا كما بينا في دروس الكهف في سورة المائدة، قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم، أنعم الله عليهم، وعلمنا أن هؤلاء الرجلين من هما وما شأنهما في دروس الكهف لمن أراد أن يتتبع. ها هي نعمة،
كذلك في قوله تعالى لبني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم إذ نجاهم من فرعون ومن الغرق ومن غيره ومن البؤس. كذلك في قول موسى عليه الصلاة والسلام في القصص قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال ربي بما أنعمت، لم يكن حينها نبي، بما أنعمت علي. كذلك في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعمة النجاة، نجاهم الله منهم، فانقلبوا بنعمة وهم ناس. كذلك في قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم قال اذكروا هذه النعمة. أما أن قالوا أن النعمة قد تداركته أو أدركته نعمة النبوة حينها، فقال فالإدراك أن تدرك شيء أو إنسان يدركه شيء أي يلحق به ويكون لصيق به مع العلم أن الشيء كان موجودا أصلا. يعني قوم موسى الذين كانوا معه عندما يعني لحق بهم فرعون وجنوده ماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، أي هو في الأرض خلفنا، أي سيلحق بنا، هو إنا لملحقون بنا القوم، بمعنى أدركه الشيء بمعنى لحقته أو ألحقته به. فهي في قوله أي أنه لحقته هو هذه النعمة، فلولا أن فلولا أن تداركه نعمة من ربه. ما هي هذه النعمة التي أدركته؟ هي في قوله تعالى فلولا أن كان من المسبحين، أدركته نعمة النجاة أن كان قبلا من المسبحين. مثلا نتابع في سورة النور يتبين بعض الشيء في المكان الذي ذكر فيه، ذكر فيه هو عندما قال سبحانه وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. في الصفحة التي تقابلها من الجهة اليمنى في نفس الصورة، في نفس الصورة ماذا قال؟ في نفس السفر تقريبا كذلك قال أوسطهم، يعني أصحاب الجنة الذين ابتلوا، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني لو أنكم كنتم من المسبحين لأدركتكم نعمة النجاة بتسبيحكم من قبل. أرجو أن يتضح هذا. طيب كذلك النعمة التي أدركتها لم تدرك فرعون، وما هي؟ فرعون عندما طلب النجاة، يعني عندما أدركه الغرق لم يدركه النجاة، لم تدركه النجاة. لماذا؟ قال له سبحانه وتعالى الآن. طيب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ليس لك سابقة خير تدركك الآن ننجيك بها. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لكنه قبل لم يكن من المفسدين، كان من المسبحين أي يتحركون بأمر الله الذاكرين لله الطائعين له، فأدركته تلك النعمة نعمة تسبيحه. في الحوت لم يكن يسبح، وهو في بطن الحوت لم يكن يسبح، ما الذي كان في بطن الحوت؟ انظر، جاء في أثر لأبي هريرة أن الملائكة قالت، يعني عندما كان هو في بطن الحوت، قالت يا ربنا إنا نسمع صوتا بأرض غربة، أو قالوا صوتا معروفا ضعيفا معروفا، فقال ذاك عبدي يونس. طيب فقالوا الذي لا يزال يصعد له عمل صالح، فشفعوا له أي بعمله الصالح من قبل. وتسبيحه ليس الذي في بطن الحوت في الظلمات، لم يكن يسبح في الظلمات في بطن الحوت. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ إذ نادى، كان نداء، كان دعاء، لم يكن تسبيحا. في الأنبياء قال فنادى في الظلمات، لم يقل فسبح، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أقر بذنبه، أقر بخطئه وأنه قد ظلم نفسه،
أقر بهذا فشفعت فيه تسبيحه وأعماله من قبل. هذا ليس تسبيح، هذا دعاء. قال تعالى فنادى، لم يقل فسبح، فنادى، نادى ربه مستغيثا به. وقال رسول الله، ها هي الحجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا الله، ماذا سماه؟ قال دعوة، دعوة ذي النون أو ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجيب له، إلا استجاب الله له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقا لما قلت، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، فليكثر الدعاء في الرخاء. طيب، هذا أرجو أني قد رددت بعض الشيء عن أنه كان قد كان نبي، قال سبحانه وتعالى كانت كافية أن قال سبحانه وتعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق، كان من المرسلين. ثانيا، هناك واحدة قد نفعنا بها أخونا صلاح الدين وهي عن اليقطين. ما هو اليقطين؟